فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا
وانهر واما بنعمة ربك فحدث. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اليوم نحن نلتقي في منتزه تالا السياحي، وطبعا للمة رمضانية، إفطار جماعي بين الأهالي، وطبعا كانت التنسيقية عفوية بين الأهالي، وإن شاء الله تكون لمة مباركة. وتحية طبعا لكل المشاركين والقائمين على إنجاح هذه اللمة، وتحية لكم أنتم كفريق إعلامي، وبارك الله فيكم. طبعا طبيعي كانت اللمة أن كل واحد يجيب لنا حاجة من الحوش، حاجة اللي اندارت منا، وعفوية طبعا، مش لازم بتكلفة وبحاجة، خليك طبيعي جدا اللي تاكل فيه في الحوش، جيب لنا منه شوية، وكل شوية شوية يصير هلبة والخير وبركة والحمد لله. وفي ناس بارك الله فيهم قاموا بإعداد بعض الوجبات هنا ومشكورين.